مع أول حلقة من ذاكرة الملاحق الثقافية، والتي سنتوقف فيها فقط عند الملحق الثقافي لجريدة العلم الصادرة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 1982. أولاً لأنه في هذا التاريخ لم يكن ملحق الاتحاد الاشتراكي قد صدر بعد، إذ أنه سير النور في أواخر سنة 1983، وستكون البداية في هذه الذاكرة مع الملحق الثقافي للاتحاد الاشتراكي بدءا من العدد 28 الصادر في الأسبوع الأول من شهر مايو 1984، وهو أول عدد يوجد بحوزاتي. وبالتالي إن الحلقات القديمة القليلة ستقتصر على مقاربة أعداد العالم الثقافي بمفردها، والتي كانت الوحيدة في ساحة الصحافة الثقافية، إضافة إلى أن هذا العدد الذي أنوي تقديمه الآن عدد خاص ومواده دسمة، مما يستلزم وقفة خاصة. لكن وقبل البداية لابد أن أشكر كل متتبعي الحلقة ما قبل الأولى على تفاعلهم وعلى ترحيبهم بالفكرة وتشجيعهم لسير قدما من أجل الاستمرار في إنجازها، وأخص بالذكر الصديق العزيز الكاتب والصحفي سي محمد بوخزر، والذي يعتبر أحد الفاعلين الثقافيين وأحد الشاهدين على هذا العصر، وكذلك الشاعر والإعلامي عبد اللطيف بن يحيى والدكتور سعيد غزيل والدكتور رشيد العفاقي، كما أخص بالشكر كل الأصدقاء والصديقات الذين تفاعلوا بالإعجاب والتشجيع. إذن فلنسافر في جولة إلى سنة 1982 مع العالم الثقافي. صدر هذا العدد يوم الجمعة فاتع أكتوبر 82 900 ألف، وهو العدد 626 من السنة الثالثة عشرة من صدور الملحق، وهو عدد خاص يتكون من 16 صفحة وتمحور حول الاحتفالية، وبالتالي يعتبر مرجعا معرفيا هاما في الإحاطة بالاحتفالية ومصدرا ثمينا في الموضوع لا غنى للطالب والباحث عنه نظرا للمستوى العلمي للمقاربات الواردة فيه، وقد أشرف على إعداده الكاتب والناقد محمد أديب سلاوي. ونقرأ في هذا العدد العناوين الآتية: الاتجاه الاحتفالي في المسرح بقلم ثريا أعربان، المسرح الشعبي في المنظور الاحتفالي بقلم عبد الكريم برشيد، بين المسرح الاحتفالي والمسرح الاتهامي مقابلة مع عبد الرحمن بن زيدان، عبد الكريم برشيد ألف باء المسرح الاحتفالي بقلم محمد أديب سلاوي، الاحتفالية الجديدة قراءة موجزة في مبادئ الاحتفالية على ضوء البيانين الأول والثاني لجماعة المسرح الاحتفالي بقلم خالد الخضري، وفي الصفحة الأخيرة نداء الكتاب المغاربة إلى الضمير العالمي. سنتعرف على سياق هذا النداء بعد إماطة اللتام عن الاحتفالية من خلال قراءة مركبة لجل المواضيع التي وردت في هذا العدد. ترتكز الاحتفالية في المسرح على استحضار الموروث الثقافي بكل أشكاله التعبيرية، سواء كانت أدبا أو سيرا شعبية أو أساطير وخرافات أو شخصيات تراثية، بالعمل على تحيينها مع الزمن الراهن، وكذلك بالعودة إلى الطقوس الاحتفالية والأشكال الفرجوية من أجل بناء صيغة مسرحية مغايرة شكلا ومضمونا. والمسرح الاحتفالي لا يقف عند حدود النص فحسب، بل يمتد ليشمل شكل العرض المسرحي ومعمار المسرح وأسلوب الأداء التمثيلي والعلاقة الحميمية بين الممثل والجمهور.
وينطلق المسرح الاحتفالي من نقطة أساسية، وهي أن الإنسان كائن احتفالي بطبعه، أي أنه قبل أن يكتشف الكلام كان قد اكتشف الاحتفال ليعبر عن حاجياته وإحساساته الداخلية. وتصب جميع مقالات ودراسات هذا العدد ذات المستوى العلمي والأكاديمي الرفيع في اتجاه تسليط الضوء على مفهوم الاحتفالية عند أهم المنظرين لها في العالم العربي وفي المغرب بالخصوص. كما تتابع هذه الأبحاث والدراسات الشروط التاريخية لظهور الاتجاه الاحتفالي في المسرح المغربي، معتبرة إياه ناتجا عن الفشل الذي لحق كلا من المسرح الإذاعي التلفزي والمسرح الاحترافي لما اشتملت عليه هذه الأشكال التعبيرية من أعطاب في تركيبته، ونظرا للانحراف الذي طبع اختياراته. وتذهب هذه المقالات والدراسات في تشخيص أزمة المسرح المغربي سواء على مستوى الاحتراف أو الهواية، والتي هي في الأساس أزمة فكر ناتجة بالضرورة عن أزمة الواقع. وتخبرنا أيضا أنه من رحم هذه الأزمة ستنبت تجربة الهواة لتكون مجالا خصبا للصراع والتناظر بين مختلف التيارات الفكرية والاجتماعية. وحيث كان مسرح الهواة تلك القناة المؤهلة أكثر من غيرها لتمثل ذلك الصراع وتلك الحركية، فتحول عندئذ مائدة تلقى فوقها مجموعة من أوراق تتضمن قناعات وأفكارا وأراء متقاربة أحيانا ومتباينة أحيانا أخرى. وكانت ورقة الاتجاه الاحتفالي من أبرزها، ويعتبر عبد الكريم برشيد أبرز منظر لهذا الاتجاه، والذي انطلقت معه التنظيرات للمسرح الاحتفالي التي تكللت بإصدار جماعة المسرح الاحتفالي العديد من البيانات المسرحية، وضحت من خلالها المنح الاحتفالي لهذه الجماعة، كما بينت المرتكزات الدلالية والفنية التي يقوم عليها المسرح الاحتفالي. وتؤكد جل الدراسات الواردة في هذا العدد أن الفكرة الاحتفالية تبلور بشكل واضح مع عبد الكريم برشيد، لكونه جمع بين الفكر النظري والتطبيقي للمسرح الاحتفالي في كل أعماله المسرحية. ففي منظوره أن الاحتفالية ليست شكلا جديدا في المسرح، بل هي المسرح ذاته منذ أن وجد، معتبرا أن المسرح ولد في أحضان الاحتفالات الدينية والطقوس الشعائرية، ثم تطور ليصبح عرضا بين التأليف والإخراج والتشخيص والجمهور. وبالتالي إن الأخذ بهذا الطرح يدفع إلى عملية تأصيل للمسرح في الثقافة العربية والمغربية بشكل خاص، بالبحث عن أصوله في الحلقة والبساط وأشكال أخرى تعبيرية. كما يتضح المنح الاحتفالي كذلك من خلال لغة المسرحية التي تعتمد الإيحاء والمفارقة والسخرية في وصف الواقع وكشف زيفه. ولا بد من الإشارة في هذا السياق إلى أنه إذا كان عبد الكريم برشيد يعتبر أبا الاحتفالية المغربية على مستوى التنظير والكتابة المسرحية، فإن الطيب الصديقي يمثل التجسيد الفعلي لنظرية الاحتفالية على خشبة المسرح، ليس فقط على مستوى الشكل الخارجي، وإنما بالنفاذ إلى عمق النظرية الاحتفالية. قل لي أيها الفقير الحكيم، ما المال؟ شر محبوب. وما الغنى؟ سمي المال مالا لأنه مال بالناس على طاعة خالق. أين تسكن أيها الفقير؟ في هذه القرية، في كوخ حقير. كوخ حقير. وأين معاشك؟ لو لم نعش إلا من حيث تعلم لم نعش. ما اسمك؟ اسمي عمر، عمرك الله. ابن أسعد، أسعدك الله. أسعد، أسعد اليوم. ابن سالم، سلمك الله. أعطوه الكثير من الدراهم. دراهم المدرهمة. أيوة.
والبنانير المدنره وزيدوا الفلوس المفلسه. انما منحناه مالا يفنى وثيابا تبنى ورواحل تمضى. هذا ما قاله صاحب الفيل والسراويل. لنا الله قاضي ومن الناس المتبه. لنا الله قاضي حال وحال جزا يذكر الله ويذبح. لنا الله قاضي. عبد الكريم برشيد كاتب صحفي وأكاديمي ومؤلف ومخرج مسرحي. ولد سنة 1943 بمدينة بركان شرق المغرب. أنتج الرواية والشعر والمسرحية والنقد والتنظير، وساهم في بلورة نظرية مسرحية في الوطن العربي تسمى بالنظرية الاحتفالية. له أكثر من 35 نصا مسرحيا ترجم بعض منها إلى الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والكردية. من بين كتاباته المسرحية عنترة في المرايا المكسرة، السرجان والميزان، الزاوية، منديل الأمان، الناس والحجارة، عطيل والخيل والبارود، فاوست والأميرة الصلعاء، امرؤ القيس في باريس، اسمع يا عبد السميع، ابن الرومي في مدن الصفيح، والتي يعتبرها عبد الكريم من أهم المسرحيات التي تمثل النظرية الاحتفالية في رأيه، والتي كتبها في أواسط السبعينيات موازية مع البيان الاحتفالي الأول الذي صدر سنة 1976. ومن كتاباته النقدية والتنظيرية من حدود الكائن والممكن في المسرح الاحتفالي، المسرح الاحتفالي، الاحتفالية مواقف ومواقف مضادة، الاحتفالية في أفق التسعينات، كتابة على هامش البيانات، المؤذنون في ملطة، غابات الإشارات، الكتابة بالحبر المغربي، الصعود إلى فلسطين، الحكوات الأخير. قبل صدور هذا العدد بأقل من شهر تقريبا، تعرض مخيم صبرا وشاتلة اللذان كان يأويان اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى مذبحة وحشية سميت بمجزرة صبرا وشاتلة. وكان ذلك يوم 16 من شتنبر 82 900 وألف، واستمرت فيها أكبر عملية إبادة شهدها التاريخ الراهن لمدة 3 أيام على يد المجموعات الانعزالية اللبنانية المتمثلة في حزب الكتائب اللبناني وجيش لبنان الجنوبي والجيش الإسرائيلي، وخلفت أعدادا بالآلاف من القتلى من الرجال والأطفال والنساء والشيوخ المدنيين العزل من السلاح، أغلبيتهم من الفلسطينيين. في هذا السياق يأتي هذا النداء للكتاب المغاربة الذين يحملون هموم القضايا العادلة في العالم وبالخصوص القضية الفلسطينية، ولا يمكن اعتبار هذا النداء في جميع الأحوال إلا أداة من أدوات المثقف العربي في مواجهة تصفية القضية الفلسطينية وترسيخ المشروع الصهيوني. ويواصل الفاشي رقصته ويضحك للعيون المائلة ويجن من فرح، فصبرا لم تعد جسدا يركبها كما شاءت غرائزه وتصنعها مشيئته، ويسرق خاتما من لحمها ويعود من دمها إلى مرآب، ويكون بحر ويكون بر ويكون غيم ويكون دم ويكون ليل ويكون قتل ويكون سبت وتكون صبرا. صبرا تقاطع شارعين على جسد، صبرا نزول الروح في حجر، وصبرا لا أحد، صبرا هوية عصرنا حتى الأبد. على وقع هذه الذكرى المؤلمة في امتداد الزمن تنتهي الحلقة الأولى من ذاكرة الملاحق الثقافية.